بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات البستان في لغة القرآن. النهاردة يا شباب عايزين نتكلم عن سؤال البلاغة. لازم في البداية تعرف إن سؤال البلاغة من الأسئلة المهمة جدا في ورقة الامتحان، لأن الدرجات بتاعته مهمة أوي بالنسبة لك. سؤال البلاغة بيكون عليه 6 درجات في الامتحان، يعني قريب جدا من سؤال القراءة وقريب أوي من سؤال القصة. القصة عليها 7 درجات والقراءة عليها 7 درجات برضو، يبقى البلاغة زيها زي القصة زيها زي القراءة. طيب أنا لو سألتك وقلت لك إيه الحاجات اللي المفروض إنك أنت تكون عارفها علشان تقدر تقفل قطعة البلاغة آخر السنة؟ لازم واحد إنك تقرأ قطعة البلاغة أكتر من مرة في الامتحان، يعني تقراها مرة واثنين وثلاثة، لأن كل ما هتقراها أكتر كل ما هتقدر تفهم الأبيات بتتكلم عن إيه. تاني حاجة لازم تعرفها ان احنا مش مطلوب مننا في الامتحان نعمل ترجمة حرفية لكل كلمة صعبة ونقف عندها، لان انا المطلوب مني بعبر عن الفكرة العامة للابيات، مش بعبر عن كل كلمة واعملها ترجمة حرفية. تالت حاجة لازم تعرفها ان اي تجربة شعورية بيمر بيها شاعر بتتكون من فكر ووجدان وصور تعبيرية. يعني انا لو عايز اكتب قصيدة لازم امر بموقف او بحدث الاول، اتعرض لموقف او اتعرض لحدث. طب وبعد ما اتعرض له ايه اللي بيحصل؟ عقلي بيبدا يفكر في الموقف اللي انا مريت بيه، وقلبي بيبدا هو كمان يشكل عاطفه تجاه الموقف او الحدث اللي انا مريت بيه. يبقى انا كده عندي فكره في عقلي وعندي عاطفه في قلبي. على طول بطلع شويه وسائل اسمهم الصور التعبيريه اللي بقدر من خلالهم اعبر عن الفكره اللي اتكونت في عقلي وعن العاطفه اللي ملأت قلبي. ايه الحاجات اللي انا بستخدمها جوه القصيده؟ بستخدم حاجه اسمها الالفاظ، ولازم الألفاظ تكون موحية ومعبرة عن الفكرة وتكون موحية ومعبرة عن العاطفة. طيب وإيه كمان؟ لازم أستخدم حاجة اسمها الأساليب، الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي اللي أقدر أعبر بيهم عن الفكرة وأقدر أعبر بيهم عن العاطفة. لازم كمان أستخدم حاجة اسمها الموسيقى، والموسيقى في الأبيات بتكون خارجية وبتكون داخلية، وكل ده هنقوله بالتفصيل لما نخش جوه الأبيات. طيب وإيه كمان لازم أستخدمه عشان أعبر عن فكرتي وأعبر عن العاطفة؟ الصور والأخيلة. لازم استخدم خيال جزئي ولازم استخدم خيال كلي. الخيال الجزئي اللي هو الاستعاره والكنايه والتشبيه والمجاز المرسل، اللي هي الصور القديمه بتاعت الشعر الجاهلي. ولازم استخدم حاجه اسمها الخيال الكلي اللي هو الصوت واللون والحركه، وده كله لازم يعبر في النهايه عن الفكره اللي جوه عقلي ويعبر كمان عن العاطفه اللي جوه قلبي. طيب الشعر امتى نقول عليه ان هو جيد؟ لو مزج الفكر بالوجدان. الشاعر امتى نقول عليه ان هو ابدع في قصيدته؟ لو مزج الفكر بالوجدان، يعني يخلي القلب هو اللي يفكر ويخلي العقل هو اللي يشعر، يعني يخلي فكرته تنبع من العاطفه ويخلي العاطفه تخرج من الفكره. لازم يكون في توافق بين الفكره وبين العاطفه، وده كله هنترجمه لاسئله جوه الابيات لما نخش عليها. تعالوا يا شباب مع بعض نخش على التدريبات ونشوف هنتعامل ازاي مع قطعه البلاغه، يلا بينا. تعالوا يا شباب نشوف مع بعض التدريب الاول كده. بس قبل ما نبص على التدريب الاول لازم نقول حاجه مهمه. بس في البدايه لازم تقرا راس قطعه البلاغه، لازم تشوف اول جمله فوق الابيات على طول، لان اول جمله دي ممكن توصلك للفكره الاساسيه اللي بتدور حولها الابيات. بص كده راجل بيقول لي في التدريب ده، يقول الشاعر فوزي عيسى عن مدينته الاسكندريه. خدت بالك بيقول ايه؟ عن مدينته الاسكندريه. معنى كان هو هيوصف بلده او هيوصف مدينته وهيبين قد ايه هو متعلق بيها وقد ايه بيحبها وقد ايه ما يقدرش يستغنى عنها، وايه اثر مدينه الاسكندريه على الشاعر او في حياه الشاعر. فبص بيقول ايه، احبك والحب لو تعلمين ربيع القلوب ونور المقل. خدت بالك قال ايه؟ قال لها احبك والحب لو تعلمين ربيع القلوب ونور المقل. خدت بالك الراجل قال ايه في الاول؟ قال اسلوب خبري، قال أحبك، ده غرضه التقرير والوصف وإظهار الحب، وده فعل مضارع تجدد واستمرار واستحضار الصورة. والحب لو تعلمين ربيع القلوب، خدت بالك من التشبيه؟ شبه الحب بربيع القلوب، شبه الحب بربيع. وجملة لو تعلمين ينفع نشيلها،
دي لو هنا جملة اعتراضية، يعني زيادة حشو ممكن نشيلها. وتعلمين فعل مضارع تجدد واستمرار استحضار الصورة. والحب لو تعلمين ربيع القلوب. طب ورجع قال ايه بقى؟ ونور المقل. خدت بالك قال ايه؟ ونور، يعني شبه الحب بالنور، مرة شبهه ربيع ومرة شبهه نور، يبقى عندك تشبيهين. قال لك ونور الايه؟ المقل. خد بالك المقل جزء من العيون، المقلة جزء من العين، يعني انت من حقك تقول على كلمة المقل مجاز مرسل عن العيون، علاقته الجزئية، بدل الراجل ما يقول ونور العيون قال ونور المقل. طب انزل كده معايا قال ايه؟ وألقاك فجرا. طب ما عمل تشبيه تاني حضرتك، شبهها بالفجر المرة دي، قال لها ألقاك فجرا. يبقى الراجل بيحبها لأنها حياة بالنسبة لقلبه، وبيحبها لأن هي نور لعينه، وبيحبها لأنها فجر مضيء يتلألأ بنوره. يبقى وألقاك فجرا شهية ضيائي. بص قال لك إيه؟ شهية الضياء، يعني ضوءه كبير، ضوءه واضح، ضوءه ظاهر، يبقى شبهها برضه بالفجر. رجع قال لك إيه بقى؟ يبدد ليل الأسى والملل. ايه ده؟ يعني انت قصدك تقول ان الفجر اللي هو الاسكندريه بيبدد بيزيل ليل الاسى وليل الملل، يعني هي بالنسبه له متعه حياته، هي اللي بتبدد له الليل وهي اللي بتزيل عنه الملل. طبعا يبدد ليل، الليل لا يبدد، يعني من حاجه تقول استعاره مكنيه، شبه الليل وكانه شيء مادي، يبدد يفرق يمزق. طب خش على اللي بعده. وطبعا برضو اسلوب خبر البيت التاني للتقرير الوصف. ثلاثة، وحين يحاصرني الاغتراب. يا سلام، هو الاغتراب ينفع يحاصر حضرتك؟ يبقى استعارة مكنية، شبه الاغتراب وكأنه عدو بيحاصرنا أو إنسان يحاصرنا. خد بالك برضو أسلوب خبري، يعني برضو تقرير ووصف وبرضو إظهار الحب. وحين يحاصرني الاغتراب أعانق في مقلتيك الأمل. بص الجملة بتقول إيه؟ أعانق في مقلتيك الأمل. الأمل لا يعانق، يعني استعارة مكنية، شبه الأمل وكانه شيء مادي يعانق أو وكانه إنسان يعانق. لو قلت إنسان يبقى سيري جمالها التشخيص. طب خد بالك إن في أسلوب قصر، قال لك وأعانق في مقلتيك الأمل. المفروض أعانق الأمل في مقلتيك، يبقى غرض التوكيد والتخصيص. وخد بالك برضو مقلتيك مجاز مرسي عن العين، علاقته الجزئية. فأنت التي تسكنين الفؤاد. ايه ده؟ ايه ده؟ الإسكندرية هتسكن الفؤاد؟ يعني هو قيد قلبه بهواها، يعني أسكن الإسكندرية فؤاده، يعني متعلق بيها وبيحبها قوي. خد بالك برضو استعارة مكنية، شبه الإسكندرية بإنسان يسكن، وشبه قلبه ببيت يسكن. رجع لها ايه بقى؟ وكل البلاد سواك طلل، يعني أي بلد تانية غيرك بالنسبة لي طلل، يعني حاجة مهدومة، يعني حاجة متدمرة، انت بس اللي صرح كبير قدامي، واي مدينة تانية تهدم امام عيني. وخد بالك كل تفيد العموم والشمول. كده احنا قدرنا نوصل ان الاساليب كلها خبرية، وقدرنا نحدد الفكرة اللي هي بتدور حول الابيات، تعلق الشاعر بالإسكندرية وأثر الإسكندرية في حياته. وعرفنا كمان العاطفة، العشق والحب والتعلق والاعتزاز والفخر بمدينة الإسكندرية. طب ما تيجي نشوف مع بعض بقى الأسئلة بتاعت القطعة. في السؤال الأول عندي يا شباب بيقول لي مزج الشاعر فكره بعاطفته فأبدع وأجاد، وضح ذلك. علشان نقول على الشاعر أنه جيد او ان هو ابدع لازم يمزج الفكره بالعاطفه. في اجابه هنا محفوظه يا شباب لازم نحفظها، بتقول ايه؟ قول ورايا كده، ان الشاعر الجيد هو الذي يفكر بقلبه ويشعر بعقله. شفت عكس الادوار، خلى الفكر يطلع من القلب وخلى العاطفه تنبع من الفكره. ان الشاعر الجيد هو الذي يفكر بقلبه ويشعر بعقله، وان الشاعر الجيد هو ما امتزج فيه الفكر بالوجدان. الشعر الجيد هو اللي بنمزج فيه الفكر بالوجدان، لأن الشاعر يعبر عن إحساسه من خلال فكره، أو يعبر عن فكره من خلال إحساسه. نقطة بقى من أول السطر، نحدد الفكرة ونحدد العاطفة. بص هقول إيه بقى؟ فالأبيات التي أمامنا تدور حول فكرة كذا. فكرة إيه هنا؟ تعلق الشعر بمدينة الإسكندرية، وكمان اثر مدينه الاسكندريه في حياته. طب دي الفكره نقطه من اول السطر. والعاطفه المسيطره على الشعر في الابيات هي عاطفه الحب والاعتزاز والتقدير لمدينه الاسكندريه. نقطه من اول السطر. ولقد برع الشاعر في اختيار معجم الالفاظ، فجاءت الالفاظ ملائمه للفكره ومعبره عن الاحساس. الالفاظ جاءت ملائمه للفكره ومعبره عن الاحساس، مثل كلمه ايه بقى؟ فجرا.
القاقي، نور، ربيع، وهكذا. وكده نكون جاوبنا على السؤال بتاع مزج الشاعر بين الفكر والوجدان. السؤال الثاني، دلل من خلال ابيات على ان الالفاظ وليده العاطفه. ايه ده، انت عايز الالفاظ وعايز العاطفه؟ يبقى لازم نبدا الاول بالعاطفه. هقول تشف الابيات عن عاطفه حاده صادقه، اوعى تنسى كلمه صادقه. تشف الابيات عن عاطفه حاده صادقه غرق فيها الشاعر بفكره ووجدانه. الشاعر قال لي شوشته بفكره ووجدانه، الا وهي عاطفه كذا. هنا عاطفه ايه؟ الحب والاعتزاز والتقدير والفخر بمدينه الاسكندريه. طب ولما نجيب بقى الالفاظ هنقول ولقد برع الشاعر في اختيار معجم الالفاظ، فجاءت الالفاظ ملائمه ومناسبه، ملائمه ومناسبه وظلا وانعكاسا لتلك العاطفه، حيث جاء بكلمه نور، جاء بكلمه ربيع، جاء بكلمه تسكنين، جاء بكلمه الفؤاد، جاء بكلمه الضياء، جاء بكلمه فجرا، ودي كلها بتوحي بمدى تعلق قلب الشاعر بمدينه الاسكندريه. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال الثالث يا شباب بيقول لي فأنت التي تسكنين الفؤاد، ورجع قال لي اشرح الصورة مبينا قيمتها الفنية. حضرتك الصورة شرح نفسها. الراجل بيقول لها فأنت التي تسكنين الفؤاد، يمين الإسكندرية. هو ينفع الإسكندرية تدخلها جوه قلبك؟ لا طبعا، يبقى استعارة مكنية. شبه الإسكندرية وكأنها إنسان يسكن، وشبه القلب وكأنه مكان يسكن فيه. يبقى أنت عندك امتداد، عندك صورتين، عندك صورة أولانية وعندك صورة أولى وعندك صورة تانية. براحتك تشرح دي صح تشرح دي صح. طب وقيمتها؟ الإيحاء. لما يقول لك هات قيمتها الفنية لازم الإيحاء. توحي بإيه الجملة دي؟ توحي بعشق الشاعر للإسكندرية وتعلق القلب بها. طيب نشوف السؤال رقم 4، هات من الأبيات أسلوب قصر. أجيب أسلوب قصر؟ طب ما تيجي نرجع الأبيات كده عشان نشوف الأبيات فيها أسلوب قصر فين؟ أعانق في مقلتيك الأمل، خدت بالك من الجملة دي؟ المفروض أعانق الأمل في مقلتيك، هو قدم شبه الجملة على المفعول به، يبقى أنت عندك هنا في أسلوب قصر غرضه التوكيد والتخصيص. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده، التدريب اللي بعد كده آسف، بيقول لي أحمد شوقي بيقول لقيت الذي لم يلق قلب من الهوى. ده بيكلم قلبه، بيقول له لقيت الذي، بيكلم قلبه بيقول له يا قلبي أنت شفت في حياتك الذي لم يلقه قلب غيرك. يعني الراجل بيقول له لقيت الذي لم يلق قلب من الهوى، لقى الله يا قلبي أأنت حديد. لقيت الذي لم يلق قلب من الهوى، لقى الله يا قلبي أأنت حديد. عندك يا قلبي أسلوب إنشائي نوع نداء، وعندك أأنت حديد أسلوب إنشائي نوع استفهام. طب يا قلبي نداء غرضه إيه؟ غرضه الحسرة والألم، بيتحسر الشعر على قلبه. طب رجع قال له أأنت حديد، غرضه التعجب، الشعر بيتعجب من قدرة القلب على تحمل الألم. بدي ان هو بيقول له ايه في الاول؟ لقيت الذي لم يلقى قلب من الهوى، يعني انت يا قلبي عانيت من الحب، عانيت من الهوى، وتحملت في سبيل الحب الكثير الذي لا يتحمله قلب غيرك، علشان كده قال لقيت الذي لم يلقى قلب من الهوى، لقى الله يا قلبي انت حديد. رجع قال له ايه؟ ولم اخلو من وجد عليك ورقة، يعني لم اخلو من حزن عليك وألم. رجع قال له اذا حل غيد او ترحل غيد. الغيد اللي هو جمع مفرده غيداء، والغيداء هي الفتاه الجميله الرشيقه. يبقى بيقول له كلما مرت عليك نساء او فتيات جميلات وكلما رحلت فتيات جميلات انت قلبك لم يخلو من الحزن والالم. رجع قال وروض كما شاء المحبون ظله، لهم ولأسرار الغرام مديد. تظللنا والطير في جنباته، غصون قيام للنسيم سجود. خد بالك في مشكلة، البيت الأول والتاني بيتكلم عن ما يعانيه القلب من ألم وفراق المحبوبة، لكن البيت الثالث والرابع مش بيتكلم عن القلب خالص. ده بيتكلم عن الحدائق، وبيتكلم عن البساتين، وبيتكلم عن ظل النخيل، وبيتكلم عن الطير اللي موجود جوه البساتين والحدائق، وبيتكلم عن الغصون اللي بتظلل الشاعر، وكمان اللي هي بتسجد وتقوم للنسيم. ايه ده؟
يبقى كده انا ما عنديش وحده عضويه، لان الوحده العضويه لازم يكون فيها وحده الموضوع. اول بيت وتاني بيت بيتكلموا عن القلب والحب والغرام، لكن تالت بيت رابع بيت بيتكلموا عن الحديقه والبستان والغصون وبيتكلموا عن الطير. يبقى معنى كده القصيده هنا تخلو من الوحده العضويه. تعالوا بقى نشوف الاسئله بتاعتنا ونشوف هنتعامل معاها ازاي. يلا بينا. السؤال الاول هنا بيقول لي سامحوني انا بعلي صوتي يا اولاد عشان الناس اشتكت، الصوت بيبقى واطي شويه فانا بحاول اعلي صوتي عشان تسمعني. هل تحققت الوحده العضويه في الابيات؟ لا، لم تتحقق الوحده العضويه في الابيات. ليه؟ البيت الاول والثاني يتحدث فيهما الشاعر عن القلب واثر الفراق للمحبوبه وحزنه على قلبه وقوه تحمل القلب لفراق المحبوبه، لكن البيت الثالث والرابع تحدث الشاعر فيهما عن الحدائق والبساتين والورود والظلال والغصون وتمال الغصون والطير، وبكده يبقى لم تتحقق الوحده العضويه. الوحده العضويه يا شباب عشان تتحقق محتاج ثلاث حاجات، محتاج وحده الموضوع، محتاج وحدة الجو النفسي، محتاج ترابط الأبيات والفكر. طب أنا هل عندي في الأبيات هنا وحدة موضوع؟ لا، ما عنديش وحدة موضوع، يبقى لم تتحقق الإيه؟ الوحدة العضوية. طب السؤال بعد كده بيقول لي لما اعتمد الشعر على الأسلوب الخبري؟ أنت ناسي إن الأسلوب الخبري ليه وظيفة ثابتة؟ الأسلوب الخبري دايما بيكون غرضه التقرير والوصف. الراجل بيقر حقيقة وبيوصف حالته، وكمان ممكن تقول لعرض حقائق غير قابلة للجدال أو النقاش، بس خد بالك هو ما اعتمدش على الأسلوب الخبري في كل الأبيات، لأن في كلمة يا قلبي نداء للحسرة، وفي كلمة أحديده أنت حديده ده استفهام للتعجب، يبقى معنى كده إن مش كل الأبيات أساليب خبرية، لكن معظم الأبيات كانت خبرية للتقرير والوصف. تعالوا نشوف يا شباب اللي بعد كده مع بعض. بيقول لي في البيت الأخير صورة بلاغية وضحها، أنه بيت أخير؟ ما قدامك أهو، بيقول لك تظللنا والطير في جنباته غصون قيام للنسيم سجود. إيه ده، هي مين اللي غصون؟ مين اللي قيام وسجود؟ الغصون. هل الغصون تقوم؟ لا. طب هل الغصون تسجد؟ برضو لا. يبقى حياتك عندك استعارتين مكنيتين، شبه الغصون بإنسان يقوم وشبه الغصون بإنسان يسجد، سر جمالها التشخيص. طب نشوف السؤال بعد كده، ما الغرض من الاسلوب الانشائي في الابيات؟ ما انا قلت لك الاسلوب النداء للحسره والالم، طب والاسلوب الاستفهام كان للتعجب، وبكده نكون خلصنا من السؤال رقم 4. يلا بينا نشوف اللي بعده. معانا التدريب التالت يا شباب، بيقول يقول الشاعر مخاطبا الشباب، خدت بالك قال ايه؟ قال مخاطبا الشباب. يعني ايه؟ يعني دي الفكره الاساسيه بتاعتنا، يبقى خطاب الشاعر للشباب. طب هيطلب منهم ايه؟ حياتك بقى تقرا الابيات وتقدر توصل للطلبات اللي هو طلبها منهم. بص بيقول لهم ايه؟ بادر الفرصة واحذر فوتها. ايه يعني؟ يعني انتهز الفرصة، يعني اوعى الفرصة تضيع من ايديك. بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص. اذا كنت عايز تصل الى المجد، عايز تحقق احلامك وامانيك وطموحاتك، إياك أن تفرط في الفرصة التي تظهر لك، ها؟ فبلوغ العز في نيل الفرص، واغتنم عمرك، يعني اوعى تضيع عمرك في حاجة ما بتستفيدش منها، ها؟ واغتنم عمرك، إبان الصبا، يعني أثناء الصبا استفيد بعمرك وشبابك، رجع له، فهو إن زاد مع الشيب نقص، يعني إيه؟ يعني كل ما الشيب بيملأ شعرك، كل ما عمرك بينقص، كل ما الشعر الأبيض يملأ رأسك، كل ما تعرف ان عمرك بدأ في نقصان، كل ما تعرف ان خلاص الاجل اقترب ودنو الاجل منك قريب. نكمل كده، انما الدنيا خيال، خد بالك انما اسلوب قصر، خد بالك شبه الدنيا بالخيال، خيال عارض، يعني ايه؟ يعني فتره مؤقته وبتزول، الدنيا محطه بسيطه خطوات ونروح المقابر على طول ونموت، معنى كده ان احنا ما بنشعرش بالحياه في الدنيا، يعني الاجل بياتي سريعا فبيزول تزول معه الدنيا، انما الدنيا خيال عارض قلما يبقى، قليل قوي لما يبقى. كمل، واخبار تقص، قصدك تقول ان حياتنا عباره عن اخبار وحكايات تقص بعد مماتنا؟ بالظبط. رجع قال له فبتدر مسعاك واعلم ان من بادر الصيد مع الفجر قنص. يعني ايه؟ يعني كل ما تبدا بدري كل ما تقدر توصل لاهدافك، وكل ما تسعى نحو احلامك وامانيك كل ما تقدر تحققها، يعني بلاش كسل، بلاش ضعف، بلاش خمول، خلي عندك تحدي وعزيمه واصرار وقوه،
ادي معنى الابيات. تعالوا مع بعض بالراحه بس كده الاول نطلع بعض الوظائر الجمال. بادر فعل امر، اغتنم فعل امر، فابتدر فعل امر. ايه ده؟ حياتك دي كلها افعال امر، يعني كلها نصح وارشاد. طب خدت بالك لما قال واحذر فوتها، الفرصه لا تفوت، يعني استعاره مكنيه. فبلوغ العز في نيل الفرص، الفرص لا تنال، يبقى استعاره مكنيه. واغتنم عمرك، العمر لا يغتنم، استعاره مكنيه. فهو ان زاد مع الشيب نقص، خدت بالك من كلمه صبا وكلمه شيب في البيت الثاني في طباق، صبا وشيب طباق. انما الدنيا ده اسلوب قصر، الدنيا خيال تشبيه بليغ. عارض فقلما يبقى واخبار تقص، خدت بالك من كلمه تقص؟ ركزت معايا في كلمه تقص، الراجل ضم التاء وفتح ما قبل الاخر، يعني ده فعل مضارع مضموم اوله مفتوح ما قبل اخره، يعني ده ايجاز بحسب الفاعل. رجع قال له فابتدر مسعاك واعلم، كل ده افعال امر، ان من بادر الصيد مع الفجر قرص. كده حللنا القطعه، نشوف مع بعض بقى الاسئله، يلا بينا. بيقول لي السؤال رقم واحد، ما الفكرة التي يعرضها الشاعر في الأبيات وما أثرها في اختيار الألفاظ؟ الفكرة يتحدث الشاعر مخاطبا للشباب ويطلب منهم أن يغتنموا الفرصة التي تظهر لهم، وأن بلوغ المنى والوصول للأحلام يحتاج إلى عزيمة وإصرار وتحدي، وأنك لازم تستغل كل دقيقة من عمرك وأنت في الصبا، وان الدنيا وقتها قصير وسرعان ما سوف تزول وياتي الاجل، وان كلما بكرنا في السعي نحو الرزق كلما وصلنا الى الصيد الثمين الذي نسعى اليه. دي كلها الفكره التي يدعو اليها الشاعر. بيقول وما اثرها في اختيار الالفاظ؟ لا ده في كلمات كتير جدا. هقول برع الشاعر في اختيار معظم الالفاظ، فجاءت ملائمه ومناسبه للفكره، حيث جاء بكلمه احذر، جاء بكلمة بادر، جاء بكلمة العز، جاء بكلمة نيل، جاء بكلمة اغتنم، جاء بكلمة مسعاك، جاء بكلمة الصيد، جاء بكلمة الفجر، ودي كلها كلمات فيها حث على العمل والاجتهاد وبلوغ المنى والوصول إلى الأمال والطموحات. السؤال الثاني بيقول لي ولما آثر الشاعر استخدام الأمر في الأبيات؟ دايما فعل الأمر بيتناسب مع النصح والإرشاد، ودايما فعل الأمر بيتناسب مع شعر الحكم. أي شعر فيه حكم فيه نصايح يحتاج إلى الأمر للحس والنصح والإرشاد. وكده نكون وصلنا لإجابة السؤال الثاني، يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال الثالث بيقول لي هات من البيت الثالث اللي هو إنما الدنيا خيال عارض قلما يبقى وأخبار تقص ما يأتي. عايز أسلوب قصر، إنما وسيلته إنما، غرض التوكيل والتخصيص. طب عايز لونا بيانيا، الدنيا خيال عارض، تشبيه بليغ. طب عايز إيجاز، تقص إيجاز بحذف الفاعل. وكده نكون انتهينا من السؤال الثالث، يلا نشوف اللي بعده. سؤال أربعة يا شباب بيقول لي ما علاقة الشطر الثاني بالأول في البيت الثاني؟ واغتنم، خد بالك ده فعل أمر، واغتنم عمرك إبان الصبا فهو إن زاد مع الشيب نقص، ببالك سبب. علاقة الشطر الثاني بالأول تعليل، وعود نفسك طالما في فاء وينفع تشيلها وتحط إن يبقى تعليل. بص كده بيقول إيه؟ فهو إن زاد، شيل كلمة هو حط إن كده، ها؟ فإنه إن زاد تنفع، فإنه تنفع يبقى تعليل على طول. السؤال الخامس بيقول لي في البيت الثاني محسن بديعي فما هو؟ واغتنم عمرك إبان الصبا، خدت بالك من كلمة الصبا؟ سمعتها صح؟ صبا صغر. رجع قال فهو إن زاد مع الشيبي، خدت بالك من كلمة الشيبي؟ يبقى عندك شيب وعندك صغر، يبقى الاتنين عكس بعض، يبقى من حقك تقول طباق. يلا نشوف اللي بعده. في التدريب الرابع يا شباب يقول إبراهيم ناجي في قصيدته العودة، عايز بس أوضح لك المقصود بكلمة العودة، العودة إلى مواطن الذكريات، العودة إلى مواطن الذكريات بينه وبين المحبوبة، مش العودة إلى أي حاجة تانية غير مواطن الذكريات، يعني هو رجع للأماكن اللي كان بيتردد عليها مع المحبوبة. فبيقول إيه؟ هذه الكعبة كنا طائفيها، خدت بالك؟ قال هذه الكعبة
كنا طائفية يعني كنا بنطوف 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 ونطوف في هذا المكان، يعني نتردد عليه. يبقى المقصود بكلمة الكعبة هنا الأماكن اللي كان بيتردد عليها، يبقى استعارة تصريحية. شبه مواطن الذكريات بالكعبة، والأسلوب عندك باين قوي إن هو خبري، يبقى للتقرير والوصف. كنا طائفيها والمصلين صباحا ومساء. تعرف تجيب كلمة عكسها؟ أنا سامعك. أيوه صباحا ومساء. يبقى عندك طباق، والطباق محسن بديعي معنوي بيوضح المعنى ويقويه ويفيد العموم والشمول. رجع قال كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها. اعتقد ان الحسن ما بيتعبدش، عبدنا الحسن استعاره مكنيه. ها كيف بالله رجعنا غرباء، يعني ازاي بنرجع للمكان واحنا غرباء عنه لان حبيبته سابته. رجع قال رفع طبعا كيف بالله رجعنا غرباء، ده اسلوب انشائي نوع استفهام غرضه التعجب. رجع قال رفرف القلب بجنبي كالذبيح. القلب لا يرفرف، يبقى استعارة مكنية. كالذبيح عمل تشبيه، شبه قلبه بالحاجة اللي بنذبحها كالذبيح. وأنا أهتف يعني وأنا أصرخ يا قلب اتئب، ده أسلوب إنشائي نوع نداء غرضه التمني، بيتمنى من قلبه أن يتمهل. يا قلب اتئب، طبعا أي نداء لغير العاقل استعارة مكنية. يعني لما اقول يا قلبه تقول لي استعاره مكنيه شبه القلب بانسان ينادى عليه. وطبعا التاء فعل امر يعني اسلوب انشائي نوع امر غرضه برضو التمني. فيجيب الدمع والماضي الجريح، اولا الدمع لا يجيب والجرح لا يجيب والماضي لا يجرح. قال لك فيجيب الدمع والماضي الجريح، الماضي لا يجرح يبقى استعاره مكنيه، والدمع لا يجيب يبقى استعاره مكنيه. ها لما عدنا، احنا ايه اللي جابنا هنا تاني؟ ليت ان لم نعد، يا ريتنا ما رجعنا. لما عدنا اسلوب انشائي نوع استفهام غرضه التعجب والحسره. رجع قال ليت ان لم نعد، اسلوب انشائي نوعه تمني غرض برضه اظهار الحسره والالم. يلا بينا بقى نشوف مع بعض الاسئله بتاعه التدريب الرابع. قبل بس ما نبص على التدريب والاسئله بتاع التدريب الرابع، كان في بس ملحوظه كنت عايز بس ارجعك للابيات تاني. خدت بالك من البيت الاول والتاني؟ القافيه بتاعتهم كانت مساء وغرباء لما جه على البيت التالت والرابع قال دال، يا قلب اتئد ليت انا لم نعد، غير القافيه. ابراهيم ناجي غير القافيه، يعني معنى كده مش ملتزم بحرف قافيه واحد. خلي بالك عشان دي سمه من سمات التجديد. تعال نشوف بقى الاسئله. السؤال الأول بيقول لي ما مفهوم التجربة الشعرية؟ التجربة الشعرية يا شباب هي أول جزء في المنهج مقرر علينا في البلاغة. التجربة الشعرية هي الخبرة النفسية التي يكتسبها الشاعر، ده تعريف التجربة الشعرية اوعى تنساه. هي الخبرة النفسية والحالة النفسية التي يكتسبها الشاعر عندما يمر بموقف ما أو يمر بحدث ما، فتتحرك فكرة داخل عقليه نحو ذلك الموقف، وتتحرك عاطفة تملأ قلبه تجاه ذلك الحدث، فيمزج الاثنين ببعض فتطلع لنا في الاخر قصيده وابيات، وهي دي اللي بنسميها التجربه الشعوريه. طبق ذلك على الابيات، احدد عناصر التجربه الشعوريه الثلاثه، الفكره والعاطفه والصور التعبيريه. الصور التعبيريه يا شباب اللي هي الالفاظ والموسيقى والصور والاخيله. طب نشوف السؤال اللي بعده. ما مظاهر التجديد الموسيقى الذي تجده في الابيات؟ اولا القصيده مقسمه الى مقاطع، ده مقطع منها وده تجديد في الموسيقى. طب وكمان حرف القافيه ما التزمش بحرف قافيه واحد، يعني البيت الاول والثاني قافيه والبيت الثالث والرابع قافيه ثانيه خالص. الوزن وحدته موجوده، وحده الوزن. وكمان عندك في موسيقى كمان داخليه تتمثل في حسن اختيار الالفاظ وروعه التصوير وصدق العاطفه وترابط الابيات. انما التجديد في الموسيقى في الابيات ان هو قسم قصيدته الى مقاطع، كل مقطع بيحمل دفقة شعورية يعني جانب من العاطفة، ولم يلتزم بوحدة القافية في الأبيات، نوع في القافية في الأبيات. يلا نشوف اللي بعده. السؤال الثالث يا شباب بيقول لي وضح الخيال في قوله هذه الكعبة. هذه الكعبة، احنا اتفقنا ان هو ما راحش زار كعبة، هو راح لمواطن الذكريات اللي كان الأماكن اللي كان بيتردد عليها مع المحبوبة. يبقى هو شبه مواطن الذكريات والاماكن اللي كان بيتردد عليها بالكعبه، حذف المشبه وصرح بالمشبه به، يبقى كده انا هقول استعاره تصريحيه، حيث شبه مواطن الذكريات بالكعبه، حذف المشبه وصرح بالمشبه به، وسر جمالها التوضيح. السؤال رقم خلي بالك في ارتباط بين كلمه صباحا ومساء، بس ده مش موضوعنا، ده محسن بديعي هو ما طلبوش. هو عايز الخيال.
السؤال الرابع: لعبت الأساليب الإنشائية دورا بارزا وضح ذلك. نرجع للأساليب الإنشائية يا شباب في الأبيات، نجيب القطعة مع بعض تاني عشان نعرف نشوف الأساليب الإنشائية بتاعتنا. عندك: كيف بالله رجعنا غرباء أسلوب إنشائي نوع استفهام غرضه التعجب، التأد أسلوب إنشائي نوعه أمر غرضه التمني، ليت أنا لم نعد أسلوب إنشائي نوعه تمني غرضه إظهار الحسرة. وكده نكون وصلنا لنهاية السؤال الثالث والرابع، ونخش مع بعض على التدريب اللي بعد كده. يلا بينا. التدريب الخامس يا شباب بيقول لي: يقول حافظ إبراهيم عن مصر، خدت بالك قال إيه؟ عن مصر. قلت لك رأس القطعة ممكن يوضح لك الفكرة الأساسية والعامة اللي بتدور حولها الأبيات. بيقول لك عن مصر، يبقى أكيد هيوصف مصر، أكيد هيتكلم عن حبه لمصر، أكيد هيتكلم عن عشقه لمصر، أكيد هيتكلم عن عدم القدرة على فراقه للوطن. بص بيقول إيه حافظ إبراهيم: كم ذا يكابد عاشق ويلاقي، كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق. خدت بالك الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك القلب يعشق مصر، والقلب يحب مصر، ومصر كثيرة العشاق، يعني اللي بيحبوا مصر عددهم كبير. كم ذا يكابد يعني يعاني، يعني يواجه. رجع قال: اني لاح، طبعا اسلوب خبري برضو، اسلوب خبري عندك، اني لاحمل، كم هنا خبريه تفيد القصر في البيت الاولاني، اني لاحمل في هواك صبابه. خدت بالك من الجمله؟ اني اسلوب مؤكد بان، واللام لام التوكيد المزحلقه بتخش على خبر ان، يعني انت عندك الجمله دي مؤكده بوسيلتين ان ولام التوكيد. اني الياء دي اسم ان، لاحمل خبر ان، إني لأحمل في هواك صبابة شوقا. خلي بالك أحمل إيه؟ أحمل صبابة، يعني صبابة دي مفعول به. يبقى كده الراجل قدم شبه الجملة عن مفعول به عن أسلوب قصر. طيب كوباية الشاي دي ينفع أشيلها أحملها؟ طب ينفع أحمل صبابة؟ لا ما ينفعش، يبقى استعارة مكنية. يا مصر، خد بالك ده أسلوب إنشائي نوعه نداء غرضه التعظيم. قد خرجت عن الأطواق، يعني كل ما يحتمل. قد هنا أسلوب مؤكد بقد. رجع قال إيه بقى؟ لهفي عليك متى أراك طليقة، ده أسلوب إنشائي نوع استفهام غرضه التمني. يرى مصر طليقة، هي مصر ممكن تكون أسيرة أو مقيدة وبعد كده هنحررها، يبقى استعارة مكنية. شبه مصر بإنسان أسير أو مقيد. يحمي كريم حماك شعب راقي، يعني خد بالك قدم المفعول على الفاعل. يحمي كريم حماك، يعني الاماكن اللي هي بتحمى، مين اللي هيحميها بقى؟ شعب راق. يبقى هنا قدم المفعول على الفاعل، وده اسلوب قصر بتقديم المفعول به على الفاعل، غرضه الاهتمام بالمتقدم والتشويق بالمتاخر. يحمي كريم حماك شعب راقي. والعلم ايه يا عم؟ ده بتقول ايه؟ ايه اللي جاب العلم هنا؟ انت بتتكلم عن مصر، بتتكلم عن العلم. ايه ده؟ انت قصدك تقول هنا ان الوحده العضويه ما اتحققتش؟ قصدك تقول هنا ان في موضوعين جوه الابيات؟ قصدك تقول هنا ان القصيده مش موضوع واحد؟ برافو عليك. رجع على ايه؟ والعلم ان لم تكتنفه شمائله، اللي هي الاخلاق، العلم لو ما حوطتهوش الاخلاق ايه اللي هيحصل بقى؟ تعليه كان مطية الإخفاق، الإخفاق اللي هو الفشل، ومطية اللي هو الحصان اللي بنركبه، يعني ركوبة الفشل. يعني العلم لو الأخلاق ما حوطتهوش يبقى نهاية العلم هيكون الفشل. تعال نشوف كده مظاهر الجمال في البيت الأخير. والعلم إن، أداة شرط تفيد الشك، لم تكتنفه شمائله، خد بالك تكتنف يعني تحيط. هل الأخلاق ينفع تحيطه بالعلم؟ لا، يبقى استعارة مكنية. كان مطية الإخفاق، إيه ده؟ هو الإخفاق ينفع يعني يبقى مطية؟ لا ما ينفعش، يبقى برضه استعارة مكنية. شبه الإخفاق وكأنه شيء مادي يركب، مطية الإخفاق يعني نهايته الفشل. وبكده نكون حللنا الأبيات، تعالوا نشوف مع بعض بقى الأسئلة. السؤال رقم واحد بيقول لي: وضح عاطفة الشاعر في الأبيات، حبه لمصر وتعلقه بها مبينا أثرها في اختيار الألفاظ. يبقى أنا هقول: تشف الأبيات عن عاطفة حادة صادقة غرق فيها الشاعر بفكره ووجدانه، ألا وهي عاطفة الحب والاعتزاز والتقدير والعشق لمصر. ولقد برع الشعر وهنسقف له في اختيار معجم الألفاظ، فجاءت ألفاظه ظلا وانعكاسا وملائمة ومناسبة لتلك العاطفة، حيث جاء بكلمة إيه بقى؟ تعال نرجع الأبيات. حيث جاء بكلمة عاشق، وجاء بكلمة حب، وجاء بكلمة عشاق، وجاء بكلمة هواكي، وجاء بكلمة صبابة، وكل كلمة لهفي عليكي
وطليقه وشعب راقي، كل دي كلمات فيها عشق وحب وتعلق بالوطن. السؤال الثاني بيقول لي: لاحمل في هواك صبابه. ما الجمال في هذا التعبير؟ قلنا استعاره مكنيه، شبه الصبابه وكانها شيء مادي يحمل، بين قيمته الفنيه يعني الايحاء. بما توحي كلمة صبابة شدة الشوق والحب الشديد، يبقى توحي بشدة الحب والتعلق بمصر. تعالوا نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده يا شباب، يلا بينا. السؤال الثالث يا شباب عندي هنا بيقول لي: للموسيقى الخارجية أثر في تجربة الشعر. لازم تعرفوا إن الموسيقى عنصر جوهري في الشعر، فلا قصيدة بدون الموسيقى، ولا قوام للقصيدة بدون النغمة الموسيقية. والموسيقى تنقسم في أي أبيات إلى نوعين: موسيقى خارجية وموسيقى داخلية. الموسيقى الخارجية اللي هو عايزها هنا تتمثل في وحدة الوزن ووحدة القافية. أنا عندي في الأبيات في وزن واحد، وعندي في الأبيات في قافية واحدة، دي بتعطي نغمة موسيقية بتعبر عن الفكرة وبتعبر عن الوجدان. وبكده نكون وصلنا لإجابة السؤال رقم 3. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال رقم 4 بيقول لي: هل تحققت الوحدة العضوية في الأبيات؟ لا، لم تتحقق الوحدة العضوية في الأبيات، ما اتحققتش، لأن عندي تعدد في الموضوعات داخل القصيدة. أول 3 أبيات بيتكلم عن حبه وعشقه لمصر، والبيت الأخير بيتكلم عن العلم والأخلاق، يبقى كده خرج بره الموضوع الأساسي، يبقى كده لم تتحقق الوحدة العضوية في الأبيات. السؤال رقم 5 بيقول لي: يا مصر، ما نوع الاسلوب في هذا التعبير؟ طبعا اسلوب انشائي، نوع نداء غرضه التعظيم. يلا بينا نشوف اللي بعد كده. التدريب السادس يا شباب بيقول لي: يقول احمد شوقي في منفاه. قصدك تقول ان احمد شوقي في الاندلس، يعني بعيد عن مصر، بعيد عن الوطن، بعيد عن الاهل، بعيد عن الاصحاب، بعيد عن الاحباب، تقريبا كده. تعال نشوف الراجل بيقول ايه. بيقول: يا ساكني مصر، إنا لا نزال على عهد الوفاء وإن غبنا مقيمين. الله عليك يا أحمد يا شوقي. بص بيقول إيه: يا ساكني مصر، بيكلم الناس اللي عايشة في مصر، يعني ده أسلوب إنشائي نوع نداء غرضه التنبيه. يا ساكني مصر، إنا، أسلوب مؤكد بإن، لا نزال على عهد الوفاء، يعني أنا ما زلت مخلصا وفيا للوطن. ها، وإن غبنا، لو بعدنا عنكم، مقيمين، يعني لو غبنا عنكم احنا لسه مقيمين معاكم. وإن غبنا مقيمين، تيجي نكمل بقى. هلا بعثتم لنا من ماء نهركم شيئا، يعني هل بعتوا لنا شوية مية من نهركم؟ نبل به أحشاء صادينا، صادينا يعني العطشانين، وأحشاء اللي هي المعدة، يعني نشرب شوية مية من ماء النيل نروي بيها الظمأ من الغربة اللي احنا عايشين فيها. رجع قال: كل المناهي لبعد النيل آسنة، يعني أي منبع يخرج منه الماء هو مالح، مية مالحة بعد نهر النيل، يعني ماء النيل هو العذب، المية العذبة الوحيدة اللي أنا شربتها في حياتي، أي مكان تاني هشرب منه ماء بيكون ماء مالح. كل المناهي لبعد النيل آسنة، ما أبعد النيل إلا عن أمانينا، يعني النيل بعيد قوي عن امانينا، يعني نفسي ارجع واشرب من ماء النيل العذب. تعالوا نبص على بعض مظاهر الجمال. يا ساكني مصر اسلوب انشائي، نوع نداء غرضه التنبيه. انا لا نزال على عهد الوفاء، كنايه عن وفائه واخلاصه لمصر. وان غبنا، ان بتفيد الشك، يعني انا ممكن اكون رحلت بجسدي لكن قلبي مع مصر ومع اهل مصر. وان غبنا لا نزال مقيمين، لا نزال نحن مقيمين، يعني احنا موجودين على الرغم ان احنا رحلنا. كلمة مقيمين هنا خبر لا نزال، يعني معنى كده ان في اسلوب كسر قدم شبه الجملة اللي هو على عهد الوفاء وان غبنا، وعلى خبر كلمة نزال. وان غبنا ينفع تشيلها جملة اعتراضية، لو شلت جملة وان غبنا مش هتأثر البيت خالص، تيجي نقرا من غيرها. يا ساكني مصر، إنا لا نزال على عهد الوفاء مقيمين، يعني محافظين، يبقى كلمة وإن غبنا اتنب الاعتراض. هلا بعثتم لنا من ماء نهركم شيئا نبل به أحشاء صادينا. خلي بالك كلمة إيه بقى؟ صادينا يعني العطشان، والماء عكسها الظمأ، يعني في طباق بين كلمة صادينا وبين كلمة ماء أو نبله. ها، وطبعا دوت اسلوب انشائي نوع استفهام غرضه التمني. ها، كل المناهي لبعد النيل آسنة، يعني اي ميه بعد نهر النيل هتكون مالحه، وده كنايه عن عذوبه نهر النيل. ما ابعد النيل الا عن امانينا،
ده اسلوب تعجب، ما اقدرش اقول قصر يعني. ما ابعد النيل اسلوب تعجب الا عن امانينا، استعاره مكنيه شبه الاماني وكانها مكان بعد عنه النيل او انسان بعد عنه النيل. تعالوا نشوف مع بعض بقى الاسئله بتاعه التدريب السادس، يلا بينا. واحد، في الابيات ترابط فكري وشعوري يوضح ذلك. احنا اتفقنا مع بعض في اجابه محفوظه على السؤال ده، والسؤال ده هو اهم سؤال في قطعه البلاغه في اي امتحان ثانويه عامه. هقول ان الشاعر الجيد هو الذي يفكر بقلبه ويشعر بعقله، وان الشاعر الجيد هو الذي امتزج فيه الفكر بالوجدان، لان الشاعر يعبر عن افكاره من خلال احساسه، نقطه ومن اول السطر. فالابيات التي امامنا تدور حول فكره كذا، اللي هو تعلق الشاعر بأصحابه، وتعلق الشاعر بماء النيل، وعشق الشاعر لمصر، والرغبة في العودة إليها، نقطة ومن أول السطر. والعاطفة المسيطرة على الشاعر في الأبيات هي عاطفة الحب والعشق لمصر ولأهل مصر ولماء النيل، نقطة ومن أول السطر. ولقد برع الشاعر في اختيار معظم الألفاظ، فجاءت الألفاظ معبرة عن الفكرة، أيوة، وملائمة للوجدان، أو ملائمة للفكرة ومعبرة عن الإحساس، حيث جاء بكلمة كذا وكذا وكذا. نرجع الأبيات عشان نجيبها مع بعض. حيث جاء بكلمة وفاء، جاء بكلمة نابلو، جاء بكلمة مناهل، جاء بكلمة أمانينا، جاء بكلمة لا نزالوا، جاء بكلمة مقيمين، كلها كلمات توحي بتعلق الشاعر بالوطن وحبه واعتزازه لمصر ولأصحابه ولماء النيل. يلا نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده، خليك معايا عشان لسه في سؤال تاني. ما مصدر الموسيقى في الأبيات؟ والله الموسيقى عندي نوعان في الأبيات، موسيقى خارجية تتمثل في وحدة الوزن والقافية والمحسنات البديعية اللفظية، وموسيقى داخلية تنقسم إلى نوعين، داخلية ظاهرة تتمثل في إيه بقى؟ في المحسنات البديعية، وداخلية خفية تتمثل في حسن اختيار الألفاظ وروعة التصوير وصدق العاطفة وترابط الأبيات. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي في السؤال رقم 3، ما الجمال فيما تحته قط؟ كل المناهل بعد النيل آسنة، ما أبعد النيل إلا عن أمانينا. طبعا الجمال استعارة مكنية، شبه الأماني وكأنها إنسان بعد عنه النيل، أو شبه النيل وكأنه إنسان يبعد عن أمانيه. يعني براحتك، عايز تشرح كده قول، اشرح كده قول، وكلها في الحالتين استعارة مكنية، سر جمالها التشخيص. السؤال رقم 4، ما دلالة استخدام إن في البيت الأول؟ شك، إن بتفيد الشك. شك الشاعر في إيه؟ شك الشاعر في بعده عن مصر، لأنه لا يستطيع أن يفارق مصر، هو أجبر على الفراق، ولكنه حتى وإن فارق مصر فارقها بجسده، ولكنه طرق قلبه فيها. يلا نشوف يا جماعة السؤال اللي بعد كده، يلا بينا. في السؤال رقم 5، شباب بيقول لي هات من البيت الأول محسنا بديعيا وأسلوبا إنشائيا. المحسن البديع عندك في البيت الخامس، يا ساكني مصر إنا لا نزال على عهد الوفاء وإن غبنا مقيمين، غبنا مقيمين، يبقى في هنا طباق بين غبنا وبين مقيمين، وده محسن بديع معنوي بيوضح المعنى ويقوي المعنى ويظهر ويفيد العموم والشمول. طيب عايز اسلوب انشائي، يا ساكني مصر، اسلوب انشائي نوع نداء غرضه التنبيه والتعظيم. طب السؤال رقم 6 بيقول لي ايهما اجمل ولماذا؟ نبل به احشاء صادينا اجمل، ولا نبل احشاء صادينا به اجمل؟ طبعا انت واخد بالك ان التعبير الاول فيه اسلوب قصر، نبل فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، واحشاء صادينا ده المفعول به قدم عليها شبه الجمله، لكن تحت مفيش تقديم وتاخير، جايب المفعول في مكانه، يبقى التعبير الاول اجمل لانه اسلوب قصر غرض التوكيد والتخصيص. يلا نشوف التدريب اللي بعد كده يا شباب. في التدريب السابع يا شباب، حافظ ابراهيم طبعا انت عارف ان هو كان صديق لاحمد شوقي. فاحمد شوقي لما قال الابيات اللي احنا لسه مخلصينها مع بعض من شويه، وهو في الغربه وهو يشتاق الى شربه من ماء نهر النيل، طبعا حافظ ابراهيم سمع الابيات فرد على احمد شوقي في الغربه. تعال نشوف رد قال له ايه. بيقول له عجبت للنيل يدري ان بلبله صاد يعني عطشان، ويسقي ربا مصر ويسقينا، والله ما طاب للاصحاب مورده، ولا ارتضوا من بعدكم من عيشهم لينا،
لم تنأ عنه وإن فارقت شاطئه وقد نأينا وإن كنا مقيمين. شوف بيقول ايه تاني بالراحة كده مع بعض، بيقول ايه؟ عجبت للنيل، يعني انا بتعجب منك يا نهر النيل، ازاي ما تديش ميتك لاحمد شوقي في الغربة؟ يدري ان بلبله، بلبله اللي هو احمد شوقي، ماله بقى؟ صاد، يعني يشعر بالعطش، ويسقي ربا مصر ويسقينا، يعني بيتعجب من نهر النيل اللي بيسقي مصر وبيسقي ربا مصر، ولا يسقي الشاعر العظيم احمد شوقي. والله ده بيقسم حافظ ابراهيم ما طاب للاصحاب مورده، يعني ما حدش من صحاب احمد شوقي قادر يستمتع بميه النيل لان احمد شوقي مش معاهم. بيقول والله ما طاب للاصحاب مورده ولا ارتضوا، ما بيرضوش من بعدكم، من بعد فراقهم لاحمد شوقي، من عيشهم لينا، يعني حياتهم بقت صعبة بعد فراقهم لأحمد شوقي، ولا يرتضون بإيه بقى؟ بشربة ماء من النيل في غياب أحمد شوقي. لم تنأى، تنأى يعني تبتعد، لم تنأى عنه، والله يا أحمد يا شوقي أنت ما سبته خالص، وإن فارقت شاطئه، حتى لو سبت نهر النيل يا أحمد يا شوقي، النيل لسه فاكرك، وإحنا لسه فاكرينك، وعمرنا ما هنعيش سعداء في حياتنا وانت بعيد عننا، ولا عمرنا هنستمتع بقطرة ماء من نهر النيل انت ما بتشاركناش فيها. لم تنأ عنه وان فارقت شاطئه وقد نأينا، احنا اللي بعدنا، وان كنا مقيمين، احنا اللي بعاد عن نهر النيل حتى لو كنا مقيمين في مصر، وانت اللي بعيد بجسدك لكن قريب بقلبك مننا، وعمرنا ما ننساك يا احمد يا شوقي. شفت قد ايه الصداقه كانت قويه بين احمد شوقي وبين حافظ ابراهيم؟ شفت العلاقه الطيبه اللي بتربطهم ببعض؟ مش بيهنأ بشربه من نهر النيل الا في وجود صاحبه، ونهر النيل غلطان انه بيرويهم وما بيرويش احمد شوقي في الغربه. تعال نشوف كده مظاهر الجمال. عجبت للنيل استعاره مكنيه، يدري ان بلبله، بلبله دي عايده على احمد شوقي، يبقى استعاره تسريحيه، شبه احمد شوقي بالطائر المغرد البلبل حسن الصوت اللي عايش في الغربه لوحده. صادن، ويسقي ربا مصر ويسقينا، نهر النيل ما بيسقيش حد، يبقى استعاره مكنيه. والله ده اسلوب قسم، اسلوب انشائي غير طلبي، نوعه قسم غرضه التوكيد، وطبعا بيؤكد على حبه الشديد لاحمد شوقي. والله ما طاب للاصحاب مورده ولا ارتضوا من بعدكم من عيشهم لينا، كناية عن صعوبة الحياة بعد فراقهم لاحمد شوقي. لم تنأ عنه وان فارقت شاطئه، خلي بالك انتوا في الشك، يعني حافظ ابراهيم شاكك ان احمد شوقي ساب مصر. وقد نأينا، احنا اللي بعدنا، اسلوب مؤكد بقد، وان كنا مقيمين، استخدم ان كمان مره والتكرار للتوكيد. خد بالك بقى كلمه مقيمين وكلمه نأينا فيها طباق، والطباق ده محسن بديعي يوضح المعنى ويقوي المعنى ويبرز المعنى ويفيد العموم والشمول. وخد بالك كمان في كلمه صاد يعني عطشان، وكلمه يسقينا يعني يروينا، بينهم برضو طباق، والطباق برضو محسن بديعي. يلا بينا نشوف الاسئله بعد التدريب. السؤال رقم واحد يا شباب بيقول لي هل تحققت الوحده العضويه في الابيات؟ نعم. ليه؟ عندك وحده الموضوع، وعندك وحدة الجو النفسي، وعندك ترابط الأبيات. لا نستطيع أن نقدم بيتا على بيت، أو نؤخر بيتا على بيت، أو نحذف بيت من الأبيات. وكمان وحدة الموضوع، فالأبيات كلها تدور حول فكرة واحدة، وهي أثر فراق أحمد شوقي لأصحابه وتعلق حافظ إبراهيم بصديقه أحمد شوقي. طب والعاطفة؟ عاطفة واحدة، عاطفة الحب وعاطفة التقدير من حافظ إبراهيم لأحمد شوقي، وعاطفة الصداقة بينهما القوية. طيب السؤال اللي بعده، ما نوع الأسلوب في الأبيات وما غرضها؟ الأسلوب في الأبيات بتاعتنا كان كله خبري، ما عدا والله ما طاب، ده أسلوب إنشائي غير طلبي، نوعه قسم، غرضه التوكيد، أما باقي الأساليب كلها فهي خبرية للتقرير والوصف. تعالوا مع بعض نشوف بعد كده السؤال اللي عليه الدور، يلا بينا. السؤال ثلاثة بيقول لي ما الخيال في قوله بلبله؟ قلنا استعارة تصريحية، شبه أحمد شوقي في الغربة بالبلبل الذي يغرد وحيدا بعيدا عن باقي الطيور، يبقى استعارة تصريحية. سر جمالها طبعا التوضيح، ده مادي وده مادي، يبقى سر جمالها التوضيح. السؤال الرابع والأخير يا شباب النهاردة في حلقتنا، ما دلالة تكرار كلمة إن في البيت الأخير؟ التكرار بيفيد التوكيد على شك الشاعر حافظ إبراهيم على قدرة الشاعر إن هو يحيا بدون صديقه أحمد شوقي،
وبتؤكد أيضا على مدى العلاقة القوية التي تربط بين الصديقين ومدى تأثر حافظ إبراهيم بفراقه لخليله وصاحبه أحمد شوقي. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. بتمنى إن أنتوا تكونوا استوعبتوا شوية حاجات قلناها في الأبيات وفهمتوا إزاي نتعامل مع قطعة البلاغة. إن شاء الله لينا كمان حلقة في البلاغة هنحل كمان شوية تدريبات مع بعض عشان نثبت المعلومات أكتر. وخد بالك في أسئلة في قطعة البلاغة بتتكرر كتير، زي سؤال مزج الشعر بين الفكر والوجدان، زي سؤال الموسيقى في الأبيات، زي سؤال الوحدة العضوية. أما الاستعارات والكنايات والتشبيهات والمحسنات فدي أمرها هين وسهل نقدر نطلعها لو دققنا نظر في الأبيات شوية. اوعى تنسى احنا ما بنترجمش الأبيات ترجمة حرفية وما بنمشيش مع الأبيات كلمة كلمة، احنا بنحاول نفهم الفكرة الأساسية بتاعت الأبيات وبنحاول نحدد العاطفة. وبكده يا جماعة تكون وصلنا لنهاية حلقتنا، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.